في دعم العملية التعليمية ورصد مستلزماتها ومقوماتها بجميع جوانبها، تفقد السيد وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم ومحافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران مراكز المفاضلة في كلية التربية الرابعة لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الحالي والواقع التعليمي في كليات فرع جامعة دمشق في المحافظة، كما قاموا بزيارة معسكر نبع الفوار لطلائع البعث لدراسة إمكانية إقامة سكن جامعي للطلبة. زرنا الأرض التي تم تخصيصها للجامعة العام الماضي بمساحة 73 دنم، ويتم حاليا نقل الملكية إلى الجامعة، ويوجد تنسيق وعمل ولجان فنية مختصة ما بين المحافظة وما بين الجامعة لتسوية هذه الأرض تهيئة لأن تكون مقر دائم للجامعة في هذه المحافظة. قرر هذيك السنة الأرض، هاي السنة بلشت خلال شهر تنتقل الملكية ويتسدد حقها بشكل كامل. بدنا نتعاون هلا، أول شيء نحط أول شيء حجر الأساس، وبعدين نبلش بالسور وتبلش المخططات لضم الكليات الموجودة بالجامعة، موجودة هلا الكليات الموجودة التابعين لدمشق مشان تصير كلية الجامعة الموجودة بالقنيطرة. خلال اجتماع الوزير إبراهيم مع الكوادر التعليمية، تركزت مطالب عمداء الكليات والكادر التدريسي على إحداث كليات للتربية الرياضية والطب البيطري والزراعة وفتح أقسام في كلية الآداب والاقتصاد والتربية والاستقلالية في تأليف الكتب دون الرجوع لكليات دمشق والتركيز على الفئة الأولى والثانية في المسابقات، حيث تم إغفال ذلك في المسابقة المركزية الأخيرة. فرع جامعة دمشق في مدينة القنيطرة عم يقوم بجهود جبارة، عم يفكر بشكل استراتيجي حتى للمستقبل من ناحية تأمين البنية التحتية اللي من خلالها راح يتم وضع البنية واللبن الأساسية ليكون في جامعة خاصة بمحافظة القنيطرة. هاي الأرض نحن حتكون قريبا إن شاء الله ضمن خطة العمل المميزة لتطوير فرع الجامعة تمهيدا بالمستقبل لتصير جامعة محتسة إن شاء الله حكما. طبعا ما اجينا نحن الا ومعنا مجموعه من التجهيزات اللازمه والضروريه اللي كانت لفرع الجامعه بالقنيطره، مجموعه من الحواسيب ومجموعه من مكنات التصوير ومجموعه من المستلزمات العمليه التدريسيه. تم زياره الارض التي على ارض محافظه القنيطره وذلك تمهيدا لانهاء اجراءات التسليم بين الجامعه ومحافظه القنيطره، بالاضافه الى زياره سكن الطلاب الذي هو ممكن ان يكون معسكر طلائع البعث في على ارض محافظه القنيطره، وذلك لتشبت ابنائنا الطلبه بهذه المحافظه لتسهيل عناء السفر عليهم. الزياره الى القنيطره كانت مثمره، حيث تم تزويد فرع الجامعه بالقنيطره بتجهيزات حاسوبيه وآلات تصوير ومستلزمات العملية التعليمية، فيما أكد المعنيون أن الجامعة جاهزة لتقديم كل المستلزمات وفقا للإمكانيات. مي أبو دقة لقناة سما الفضائية، القنيطرة.